منذ القدم كان الجليد والطقس البارد أكثر الأشياء التي تحافظ على حالة المخلوقات الحية والعديد من الأمور الأخرى جيدة للغاية، ولو مرت ملايين السنين. وربما سبق وشاهدتم أو سمعتم بخبر العثور على حيوان ما أسفل الجليد انقرض منذ آلاف السنين، لكن حالته سمحت للعلماء بمعرفة الكثير عنه، لأن بعضا من أعضائه ظلت بحالة جيدة بسبب الجليد. في هذا الصدد ابقوا معنا لمعرفة ومشاهدة مجموعة من أكثر الأمور المذهلة غرابة وإذهالا في العالم، في عالم الجليد. حطام سفينة HMS المرعبة. هو ما تبقى من سفينة حربية بريطانية شاركت في الحرب عام 1812، لكن ورغم نجاتها من الحرب فإن تحويل السفينة من أجل استكشاف القطب الجنوبي كان نهايتها المحتومة. فبعد مرور عقدين من الحرب تم إرسال السفينة في بعثة استكشافية نحو أنتاركتيكا، لكن السفينة وطاقمها لم يعودوا إلى المملكة المتحدة مطلقا، وقد أدى اختفاؤهم إلى عملية بحث استمرت أكثر من 170 عاما. وحتى عام 2014 عندما تم تحديد مكانها، لكن البحث استمر مدة عامين ليتمكن الغواصون من بلوغ حطام السفينة. وقد لقبت السفينة بالمرعبة لأن كل ما كان على متنها ظل على نفس الحالة، ومن ضمن ذلك بعض أفراد الطاقم. بالنسبة لمن لا يعرف هذا الأمر بعد، فإن المنارات البحرية قد تتجمد أحياناً بطريقة تجعل النظر إليها فقط أمراً جد ممتع ومرفه. ومثلما تشاهدون لدى تطاير مياه الأمواج التي تلتصق بجدران المنارة، فإن برودة الجو تعمل على تجميدها لتجعل البناية في النهاية كما لو أنها منحوتة من الجليد. لكن هذه المنارة التي توجد في ولاية ميشيغان الأمريكية قد تكون الأكثر جمالاً، والتي قد تجعل الأغلبية يفكرون في التقاط صور بالقرب منها. قد يكون الاسم غريباً للبعض، لكن سمكاوات الجليد القدية عبارة عن أسماك بحرية من الفخاريات التي تضم بشكل أساسي أسماك سابانتركتيكا وأسماك المنطقة القطبية الجنوبية، وبعض أنواعها يمتد نطاق تواجده من شمال إلى جنوب أستراليا وجنوب أمريكا الجنوبية. وهذه الأنواع التي يشار إليها مجتمعة باسم سمكاوات الجليد القطبية، وهذه الأنواع التي يشار إليها مجتمعة باسم سمكاوات الجليد القطبية تمثل حوالي 90% من الكتلة الحيوية للحيوانات السمكية في مياه الجرف القاري المحيطة بأنتاركتيكا. أيوة، بعبارة أخرى هذه الأسماك تعتبر الوحيدة من نوعها التي يمكنها أن تعيش في مياه تعتبر الأكثر برودة في العالم كله. أقدم جرو في التاريخ تم العثور عليه عام 2016 في منطقة يوكاتان في كندا، ويبلغ عمر الجرو حتى الساعة 57,000 عام. وحتى الآن يعتبر جرو الذئب هذا الجرو الوحيد الذي تم العثور عليه في حالة جيدة جدا رغم مرور آلاف السنين على لفظه آخر أنفاسه. ورغم أن هذا الجرو الأنثى لم تعش أكثر من 6 أسابيع، فإن حالتها الجيدة جعلت العلماء أكثر من سعداء لإيجادها، وذلك بسبب المعلومات القيمة التي وجدوها في جسدها، والتي قاموا بمقارنتها مع بقية المعلومات المتوافرة في هذا الصدد، والتي تدل على أن العصر الجليدي كان من أسوأ وأقصى الحقب التاريخية التي مر بها كوكب الأرض. شلالات الدماء من أكثر الظواهر الطبيعية إذهالاً في الجليد، فمثلما يدل اسمها لون هذه الشلالات أحمر كالدماء وسط المياه الباردة والجليد والأبيض. ويوجد هذه الشلالات في منطقة فيكتوريا غرب القارة القطبية الجنوبية، وتم العثور عليها أول مرة عام 1911 من طرف الأسترالي غريفين تايلور، ولهذا تم تسمية الشلالات باسمه، رغم أنها وحتى الساعة تدعى شلالات الدماء التي حيرت العلماء فترة من الزمن قبل أن يكتشفوا أن ما يحدث ليس سوى نتيجة لكميات أكسيد الحديد الهائلة أسفل الجليد من مصدر الشلالات نفسها، وبالتالي الضغط والكثافة يجعلان لون مياه الشلال تبدو حمراء كلون الدم تماما. ما تشاهدونه الآن هو نتيجة قتال حتى الموت بين غزال موظ أمريكي، وقد تم تصوير هذا المشهد في قرية في ألاسكا، بحيث ومثل ما يبدو من على الحيوانين اللذين تجمدا في البحيرة فقد دخلا في قتال بينهما حتى نهاية الأنفاس الأخيرة. ولدى انتشار الصور ومقاطع الفيديو صرح مجموعة من الصيادين الذين يقطنون في القرية المجاورة أنهم شاهدوا قتال الحيوانين فيما بينهما، وبالطبع آخر ما سيرغب به المرء أن يتواجد بالقرب من حيوان بارتفاع يتجاوز مترين إضافة إلى قرونه الكبيرة.
على ذكر القرنين، فقد كانت الغلبة لغزال واحد أنهى حياة خصمه، لكن قرنيه ظل عالقين مع قرني خصمه ليموت بالقرب منه في النهاية. وبعد انتشار الخبر قام أهل القرية باستعمال اللحم من أجل إطعام كلاب الحراسة، بينما تم تحنيط الرأسين بعد ذلك ليتم وضعهما في منزل مقهى محلي. في عام 2010 تم العثور على بقايا جثة ماموث محفوظة بشكل جيد جدا في سيبيريا المتجمدة، وقد تم إطلاق اسم يوكا على الماموث الأنثى التي تمكن جسدها من النجاة طوال 39 ألف سنة. وحتى الساعة تعتبر يوكا الماموث الذي تم العثور عليه في حالة جيدة جدا أكثر من غيره منذ بداية التاريخ، ويعتقد العلماء أن يوكا علقت في مستنقع أو حفرة طينية ولم تتمكن من النجاة لتفقد حياتها هناك. والسبب في اعتقادهم هذا يعود إلى حقيقة أن الجزء السفلي من جسد يوكا ظل محفوظا أفضل من الجزء العلوي، لكن المعلومة التي قد تذهلكم حقا هي حقيقة أن يوكا ظلت محتفظة بدمائها. ويأمل العلماء أن يجدوا معلومات وإجابات بعد الانتهاء من فحص جسدها وأعضائها ودمائها، وكل جزء ما يزال في حالة جيدة جدا. في عام 2008 قام مجموعة من العلماء بحفر ثقبين في عمق الجليد بالقارة القطبية بحيث بلغ عمق كل منهما 600 قدم، لكن المثير للدهشة هو عثور العلماء على نوع من أنواع الحياة في بيئة قاسية متجمدة كتلك. فرغم أن درجات الحرارة تصل لدرجتين تحت الصفر أو أكثر، فإن العلماء اكتشفوا ما مجموعه 77 نوعا جديدا من الحياة، ويشمل ذلك بعض الديدان والطحالب وبعض النباتات. ولكن نظرا للضغط الهائل وبعد مكان تواجد هذه الكائنات إضافة لكثير من الأمور الأخرى، فما زال أمام العلماء الكثير للقيام به من أجل معرفة المزيد عن كل تلك الأنواع في الحياة الجديدة. سننتقل مرة أخرى إلى حيوان ماموث آخر، لكن ما يهم في هذه الفقرة حقا هو حقيقة أن دماغ هذا الحيوان ظل بحالة جيدة جدا، وتمكن العلماء من خلاله معرفة أن دماغ الماموث شبيه بدماغ الفيلة في وقتنا الحاضر، بل تمكنوا من تحديد المادة الرمادية والعديد من أجزاء دماغ الماموث. والأكثر إذهالا هو تمكنهم من اكتشاف طريقة لحفظ أجزاء الدماغ رغم إخراجه من البيئة المتجمدة التي ظل فيها لآلاف السنين. ما تشاهدونه الآن هو ثعلب متجمد تم العثور عليه في ألمانيا، وإن كان الأمر يدل على شيء فإنما يدل على مدى قساوة الطبيعة ومدى صعوبة النجاة فيها إن تم القيام بأي خطأ. فهذا الثعلب ليس الأول أو الأخير، بحيث يحدث هذا الأمر لكثير من الحيوانات، ووحدهم الناس الذين يعيشون في المناطق المجمدة يعرفون مدى خطورة الجو القارس وما الذي قد يحدث لأي مخلوق إن سقط في المياه المتجمدة أو علق فيها بشكل مفاجئ. الرجل أوتزي عبارة عن جثة رجل متجمدة تم العثور عليها في جبال الألب بسويسرا، أي قبل 36 سنة مضت، لكنه في الواقع توفي قبل آلاف السنين وظل بحالة جيدة، بحيث سافر جسده عبر الزمن حرفيا بسبب برودة الجو التي تحافظ على الأجساد كما هي لأطول مدة ممكنة. لكن المثير للدهشة أكثر أن أوتزي قد توفي قبل 5000 عام عن عمر ناهز 40 عاما فقط، وما اكتشفه العلماء في جسده أنه قد كان مصابا بالعديد من الأمراض والتي تعتبر طبيعية نظرا للمكان الذي كان عليه أن ينجو فيه. ويعتقد العلماء أنه ربما هرب من معركة أو حرب لأن جسده كان مليئا بالعديد من الكدمات والجراح، ويظل مرض القلب الذي تم اكتشافه في جسد هذا الرجل أكثر ما يميزه إثارة للإعجاب، بحيث يعتبر حاليا أقدم عينة حية لمرض القلب في التاريخ كله. أعتقد بأن معظمكم لا يعلم بأن ثلثي ما يوجد من مذنبات على الأرض مصدره القارة القطبية المجمدة، والسبب بكل بساطة أن القارة القطبية المتجمدة كلها جليد وثلوج، وبالتالي إيجاد المذنبات أسهل، وخصوصا لأنها صغيرة نسبيا بالنسبة للمكان الوحيد الذي قلما وطئه البشر أقل من غيره. وحتى الساعة تم العثور على أكثر من 45 ألف مذنب ونيزك من أنواع مختلفة، والتي تعتبر بالنسبة للعلماء بمثابة كنز حقيقي، لأن ما يتم العثور عليه فيها من معادن ومكونات عادة ما تكون نادرة جدا، والسبب بكل بساطة أن مصدر هذا النوع من الصخور يأتي من خارج الأرض، وكثير منها سقط منذ مئات وآلاف السنين. ربما قد يكون الأكثر غرابة فيما يخص ما تم العثور عليه وسط الجليد هو التماسيح، فهذه الكائنات من الحيوانات ذات الدم البارد، وبالتالي وجودها في جو وطقس متجمد يعني موتها على الفور،
بحيث تمتلك فرص نجاة ضئيلة وأقل من غيرها من الحيوانات للنجاة في مثل هذا الطقس. ولهذا يقوم الناس في الأماكن التي تعرف وجود التماسيح بإنقاذها كلما شاهدوا واحدا منها متجمدا في بحيرة أو نهر أو ما إلى ذلك. ولكم أن تتخيلوا بأنه قد تم العثور من ذي قبل على عدة تماسيح متجمدة تدل أن البرد القارص يظل واحدا من أكثر أوجه الطبيعة قساوة وشراسة. في عام 2011 تم اكتشاف بقايا الحيوان الذي ظل في حالة جيدة جدا رغم موته منذ مدة طويلة جدا، فهذا النوع من ثيران البايسون تم العثور عليه في سيبيريا. ورغم أن هذا النوع قد انقرض منذ آلاف السنين، فإن هذه العينة هي الأكثر أهمية بين كل بقايا البايسون التي تم العثور عليها في سيبيريا وغيرها من الأماكن الأخرى في العالم أجمع. وما زال لهذا البايسون أمعاءه ودماغه ودماؤه وجل جسده تقريبا، بحيث ظل على الحالة التي فقد فيها أنفاسه لأن جسده كان هزيلا جدا، وهو ما يدل على عدم عثوره على الطعام. وعلى عكس كل البقايا المحفوظة الأخرى، هذا البايسون يمتلك أكثر من مجرد دماء محفوظة في عروقه، بحيث تم العثور على جهازه الهضمي بالكامل دون أي أضرار مع قليل من الطعام المهضوم.